تقدم كبير أحرزته قوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية الساحلية، حيث أعلنت سيطرتها الكاملة على مدينة ميدي الساحلية ومزارع النسيم الممتدة على مسافة 5 كيلومترات بين ميدي والجرة، التي كانت تستخدمها الميليشيا كمنصة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي السعودية. جاء هذا التقدم بعد الهجوم الذي شنته قوات الجيش الوطني مسنودة بغطاء جوي من قبل طائرات التحالف منتصف الليلة الماضية من 3 محاور ميدي وحرض والشريط الساحلي، وأسفرت تلك المعارك عن مقتل وإصابة العشرات بالإضافة إلى أسر 5 آخرين من عناصر الميليشيا التي أجبرت على التراجع تحت قوة ضربات الجيش الوطني. وتعد الجبهة الغربية من أهم الجبهات التي تسعى من خلالها قوات الجيش الوطني إلى تضييق الحصار على معاقل الميليشيا في صعدة والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى منع وصول أي دعم عسكري للميليشيا على امتداد الشريط الساحلي للجبهة الغربية.